ديما خديجة ماما كي درويشة بحالي لما كتعرف لا فاش تدخل لا فاش تخرج ها شنو تسالينا دابا اللي ما كشتيناش بكيت على ماما كي البارح ها سكينة ها ما كنعرفهاش ما كنعرفهاش هي اللي بقات في حياتي مجربة الله يجازيك بخير بنادم غير اللي مجرب الله يجازيك بخير الحمد لله ديما جيتيش متشاركي مع رضا لواحد البلاصة اللي ما تقديهاش تنوي على حياتك نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. الحمد لله الحمد لله آية رجعات لمهمتها الآن وعلى المباشر كما كتشوفوا معنا وبالزغاريس مشاهدينا ما كرهناش يعني نديروا عساوة في هذه اللحظة هذه لأنه جرينا وعرقنا هذا الصباح هذا كامل. شوفوا حالة رجلين مهمتها مسكينة كي ولات من ثلاث أيام هذه ولا أربع لا مهمتي ما تبانيش لا 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 مهمتي لا ما تخافيش حنا 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 داك الشيء غادي شحال هذه باش خرجت من الدار؟ راه من نهار الاثنين ياك من نهار الاثنين نعم الله عليك انت كذابه شتي 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 نعم مشاهدينا ها انا الان احنا مع ما شادش الكوجك ما شادش الكوجك ما شادش الكوجك بابا نبغيو لك اختي غير الخير ما شوفي راه مهمتك كتبغيك اختي راه ماما كتبغيك شو ماشي والله حتى راكي معرضه راسك لهلاك والله اي وشتي الا كتبعي شي طريق راني كيقول لك قبيله راكي غادي تعرضي راسك لهلاك وتبغي تصلحي راسك وما تلقايش تصلحي راسك شوفي اللي شوفي اللي فاتوا شوفي اللي شدوا الطريق قبل وشوفي فين وصلوا ها الله يرضي على اختي. نعم مشاهدينا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. ها هي اختي ناديه لقات البنيه ديالها لقات النص ديالها الثاني صافي اختي ناديه ها تراجعتي شويه عطينا ديك الشكاره عطيني ديك الشكاره عطيني ديك الشكاره نعم شفتوا نادية كتبكي شفتوا حالتها شفتوا الدموع ديالها مسكينة شفتوها كتجري معانا ها هي بنيتها لقاتها بفضلكم نتوما بفضل البارطاج ديالكم بفضل هاد السيدة اللي معايا الآن غادي نقول لها الله يجازيك بخير والله يتقبل لك هاد النهار عند الله كبير لأنه ما خليتي ما درتي على هاد البنية ملي شديتيها المهم الله يرحم لك الوالدين لالا الله يخلي لك صحيحتك الله 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 الشكر لله الله 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 على المكانسة الله 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 شدي لالا شدي والله الا بكينا عليك اختي ايه والله الا بكيت عليك والله اختي الا بكيت عليك المهم شنو سميتك مهمتي امي زهور امي زهور الله يطول عمرك السلام عليكم خوتي المغاربه انا رجعت لكم وكنت كنوعدكم الا لقيت بنيتي غنتواصل معاكم انا لا لا راني ما درتش شوف تيفي وما مشيت للسلطات وما دقيت البيبان ما نكتبش عليكم راه كنت كنقول بنتي لا في السما تهبط ولا في الارض طلع الحمد لله الحمد لله عيط لي خويا امين عيط لي امين وعيط لي الدراري ياسين وما نكذبش على الله ما عمري اديت شي حد اليوم الحمد لله ربي بيني بلي مغاربه بارطاجيو اخوتي المغاربه بارطاجيو باش توصل الرساله للناس اللي كانوا معنا قبيله كلشي بارطاجي الله يجازيكم بخير كنحمد ربي وكنشكرو اللي طلق ليا بنيتي واخا يكون شكون ما بغا يكون غير ملي طلقها لي وانا كنشوف فيها اللهم تعالي فرجها عليه في هذا النهار ويخرج تربيسو على خير ويخلي له وليداته والله يجعل عيدو يكون مبارك مسعود الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يجعل ربي يفرحكم الله الله الدنيا وفي الاخره وما غنساش خويا قيس وما غنساش قيس وما غنساش الناس ديال باب بلقاري ما نكذبش عليكم راه واخا دابا نعبر لكم على الفرحه ديالي راه ما تقدوش تعرفوا شنو وكنشكر خويا منير المعطاوي وكنشكر شوف تيفي منير غير معايا واحد المجهود كبير منير غا شوفي انا خدام ديالكم وانا الطراف ديال رجليكم نطلبوا من الله نكونوا عاد حسن الظن ديالكم وانا راه بنتي مشات ليا راه بحال مشات ليا بنتي وانا كنشكر حتى السلطات البارح نعم البارح رجال الامن البارح كيتجاراو الليل كامل كنت في كنت بلا ما نذكر المناطق ولكن المناطق ديال مكناس هزوا قسما بالله الى خدامي خداو التصاور ديالها وكلشي وهادشي عاد ابار في لابيجي راني حطاهم نعم. ما خليت تقنت عليها نعم شكرا لرجال الامن بولايه امن مكناس حتى اللي في البو حتى اللي نعم. اللي في الرومبوانات نعم. قالوا لي شوفي غير كوني يعني انا بنت كتجبد امي زهور مسكينه كتبكي علاش بلاتي بلاتي اختي الله يحفظك راه ما يمكنش نخلي انا هادشي يدوز امي زهور علاش كتبكي مجربه هادشي دازا اليوم باش يجي لي الناس على امها ما خليت ما درت لها البارح ما كتبانيش اختي ما كتبانيش ما كتبانيش ما كتبانيش
ما كتبانيش كما سمعت امي زهور بسكينه فايت عليها هادشي. كلشي كيقول لك على سلامتك اختي، كلشي كيقول لك مبروك عليك، كلشي كيفرحوا لك في هذه اللحظه هذه، ناس فرحانين ليك بعد ما رجعات. الحمد لله المجهود كامل ما مشاش في الخاوي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. ها هي بنيتها جنبها، بفضلكم انتم، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل خويا امين، وبفضل الجري ديال ياسين، وبفضل ديال امين ولد برج ولد عين الشبيك، وبفضل ايوب كذلك ما غنساش ايوب وعبد الجبار في حي الزيتون، والدراري ديال توارده، والدراري ديال بني محمد كلهم وقفوا معايا، وبرج مولاي عمر، الدراري كاملين ديال برج مولاي عمر، واحد واحد كل واحد بالاسم ديالو. غنقول لكم تبارك الله عليكم، والله يعطي العز والنصر لوليدات مكناس والمغاربه فيما كانوا. نعم يوسف خويا تبارك الله عليك، وانا كنشكرك كنشكرك وكنطلبك. يوسف باقي معنا مسكين كيبكي، والله الا كيبكي يوسف. شو 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 على الصوره كي دايره مشاهدينا، فهاد الشيء هاد الشيء ما كيدارش هكاك. راني ما نكذبش عليكم، راه ما قديت ندير عيد، ما قديت اش من عيد اختي، اش من عيد، اش من عيد، راه خرجت مشيت شنو تسالي امك اللي والناس مشويين معاها والعيد، امك ما معيداش والناس مشويين معاها في هذا الحرام. قسما بالله الا الفجر وانا في الزنقه البارح كي ودان عليا. شو شو حال رجلها، شو حال رجلها، شو رجلها مسكينه، شو 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 ما بقيتش كنحيدها على ظهري قسما بالله. اختي الله يسمح لنا من الوالد، الله يسمح لنا من الوالد. ماما سكتة قلبيه، وجي ماما سكتة قلبيه، ورحم لكم الوالدين. وانا كما قلت لكم راكم فرحتوني دابا عاد خرجت الضحكه خرجات. لا 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 واتا كاع هكاك اختي، رحنا تهزينا وجرينا. شوفي بنيتي انا الا كنت دايره لك شي حاجه غيقوليها. انا قالت لي شنو دايره لها، قالت لك ما كتخليهاش تخرج. قلت لها شنو السبب باش خرجتي من داركم، شنو عندك؟ قالت لي ساده عليا الباب ما كتخلينيش نخرج. قلت لها اذن درتي لها شي حاجه بس سدات عليك الباب ما بقيتش تخليك تخرج. شريفه انا ماشي ساده عليها، هي عيني عينها، انا خايفه عليها من قلت لها خايفه عليك. هذه المراه رحمتها واحد اخر يرحمها. هذه الله يرحم لها الوالدين مسكينه. عندي بنيات وعندي قبري، عندي بنيات وعندي قبري. الله نشكرها تنعيا ما غنرضلهاش داك الشيء. لا لا لي الشكر لي انا، علاش انا كو عرفتها غتخرج وترجع لي. انا نزيتها في كل شيء 9 شهور، ولا خرجت وما رجعتيش كي غندير؟ حس العوان والله الا طيبتينا قلنا نجيب لك اللي بغيتي غير جلسي. واش كاين ما كثر من هذا الشيء؟ ما بغاش تفطر، قلت لها انت ما بغيتيش تفطري يا كندمتي. وتنقول لها شوفي جلسي ونجيب لك اللي بغيتي، غير نلقاك ماشي ما تخرجيش، غير نعرفك فين كاينه ونعرفك معامن ونتمشى مع بنيات نقيقيه. واش فهمتيني اخويا؟ علاش على حقاش وحده وعشره غير بغيو لها الخير؟ إيه؟ وكاينين وحدين واخا يشوفوا احسن من هذه، دابا الا شاف واحد احسن من اختها راه ما غيبغيو لها الخير. كاين الحسد والغيره، دير حتى حاجه راه يشدوها وما يخليوها وما يديروها. وانت زويونه اختي ونقيه ومش توسخي راسك. كيما نبغي البنت الخير غنبغي. علاش؟ خاصك العصا آية. والله بلاتي خليني دابا نبرا الناس. عرفتي شحال ديال الناس بكاو مع عمك ولا لا؟ واش عرفتي شحال ديال الناس ولا لا؟ فوق 5000 ديال الناس اللي غادا معاها غير في المباشر الصباح كيقلبوا معنا زنقة زنقة. ماسكنا حنا خبر. فهمتيني اختي؟ كيقلبوا درب درب. شكون هي آية كاع؟ شكون هاد آية؟ عرفتي علاش كيديروا هاد الشيء؟ على قبل هذا. أنا قدامكم. على قبل هذا. أنا ضربتها كنضربها. عطاك الله الجنة. عطاك الله الجنة. شو معنى؟ أنا مجربين. شرب. واش فهمتي؟ ما كنتش نصاحبك شي وحدة خايبة، شي وحدة خاسرة. نادية. أنا قلت لها ماماك راه ما غاديش تبغيك الأداء، ماماك راه تبغي تأدى هي وما تأداش أنت. نعاونوك باش ما بغيتيش. ماماك كتخدم، قالت لي قلت لها واش كتخدم؟ واش كتخدم ماماك؟ قالت لي خطرة خطرة. قلت لها وأنت خصك تجلسي في الدار. خطرة خطرة. ملي تقدي لها الشغالات وتجيك تلقاك جا مع الدار وقادية لها الشغل. خطرة خطرة. أنا كنخدم. بغيتي ترجعي تقراي أختي، نشوفوك ترجعي تقراي. أنا بغيت نرجع أخويا. ترجع تقرا. نرجعوها نعاونو معاها. شحال من خطرة. أنا قلت لها شحال من خطرة بنتي، هي جلسي معلاش أخويا يفهمني. دابا انا الا انت بنتك تتخرج ولا ولدك كي غدير تجيبها تقرا؟ كي غدير تخدم؟ واش غيبقى لك العقل؟ انا هذا الرابع من رابور عليها في صحاب لابيجي حتى البارح قسما بالله الا بقيتي. شنو قال لي الكوميتي؟ باش تدفعي لشي كونكور ولا بغيتي تخرجي لبرا يلقاو عليك؟ قال لي رجعي، قال لي لا كنشوف. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ راك ديري اخطاء حتى تقول في راسك، حتى تجيب قسما بالله ولا تكذب عليك. انا راه مغزف عليك، انا بعدا راه مغزف عليك والله حتى مغزف عليك. سمحي لي اختي، اختي ناد انا بعدا راه مغزف عليك لانه راه انت
ما عارفاش راسك اش كدير. والله ما عارفه راه ديال البنت ضربها امها لهاد القلت ترجع هاد القلت. ها ضربها هاد البنت لهاد القلت البنت الصالحه تولي لهاد القلت ضربتها في هاد البيت ترجع للبيت الاخر. حنا ما تربيناش على هاد الحاله حنا تربينا بالحياة وكنخافوا على والدينا وكنموتوا على والدينا. هاد الجيل ما كيموتوش على والديه. تخرج تخرج ليا تهرب شنو درت لها؟ ياك ديت معايا الموقف حيت اختي ما تكلمش هي انا غادي توعدي ما تكلمش مرة اخرى غادي تكلمي راسك. سمعي بنيتي انا غادي تبعد عليها ديريها ولا منين تطلع للدار تحاولي تخرجي بحال انا تنقول لها تخرجي مره اخرى غندير لك العذاب الشديد. شوف يا هادي شوف هادي 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 هانت سكنتي باش ما نخليهاش مدمر مسكين. شتي يوسف اش كيقول؟ امين سامح في جوج ولا سامح في براش عاد حل عينه. حشومه ان شاء الله بنيتي انا مزوقه فيك تعطيني عهد قدام هاد عطيني امك عهد قدامي دابا والله ما نعقل عليك. دابا انا غنوقف عليك انا غنتبعك غادي تخرجي لي ديال ياكلوك بلاتي امي الله يرحم ليكم الوالدين اختي ايه انا غنتبعك وقدام 2000 ديال المغاربه والزياده قدامهم كاملين غتعطي العهد لامك امامنا ما غنبينش لك وجهك ولكن عاهديها امام المغاربه وامام الله تعاوديهاش اختي. شوف اخويا ولا غادي حنا نتبعو حنا غنحضيوك. عرفتي دابا شحال ولات عندك عند الشريفه؟ دابا عرفتي شحال ولا عندك من خو؟ راه كناس كامل ولا عارفك المغرب كامل عارفك. اللي غيشدك غيديك للبوليس. الناس وخارج من الناس اللي غيشدك غيديك للبوليس كلشي عارف. عرفتي علاش؟ حيت خايفين عليك على قبل هاد المرة. ولكن ما نكذبش عليكم انا شحال قدني نجري في الكوميساريات وشحال قدني نجري في السبيطار واش نبقى خدامة غير الكوميساريات. صح حنا ما عجبناش هاد الوضع ما عجبناش ونعطيك ونصروف ونعطيك كلشي ونطيب لك وتاكلي وتشربي كلشي بارطاجي. الله يجازيكم بخير. بغينا سمحوا لي سمحوا لي كلشي بارطاجي. بغينا ندخلوا الفرحه على دوك الناس اللي بكاو مع ناديه قبيله. بغينا دوك الناس اللي ما قدروش يكملوا الذبيحه ديالهم وقال لك والله ما قدرنا نكملوا هاد الذبيحه هاد النهار. الناس اللي بكيناهم في هاد نهار العيد مول الطاكسي نور الدين غنقول لك اخويا 312 ولا 314 غنقول لك الله يخلي لك ميمتك ويخلي لك وليداتك. فها هي ناديه ما ناديه وايه ما مشدوش لك الوجه ديالك على شوفي راه حنا باقيين مراعيين لك شي واخا انت ما راعيتيش لامك وحنا باقيين مراعيين لك. علاش؟ حيت باغيين لك الخير باغيينك تزيدي لقدام باغيين نشوفوك تردي لامك وخلوا شويه من هذا الشيء اللي كضرب عليك. راه الرجال وتقهروا بالفلاحه كلشي بارطاجي خوتي. خلينا نفرحوا الناس خلينا نفرحوا المغاربه بهاد الفرحه هذه. الحمد لله ربي كبير بجهد الشريفات والعفيفات والطيبات والاصيلات ديال مدينه مكناس اللي حاسين بهذه الام هذه شافوها شبدوها عندهم. شكرا اختي البنيه هي اللي كنتمنوا لها حد سعيد في حياتها والله يسهل لها ويسخر لها. وبنيه صالحيه الله يرحم لهم. نعم دار عائله ماسونه معززه مكرمه كما شوف سكينه هضرتها ما بقاش. انا حاجه وحده اللي كنطلب انا شحال قدني نجري في الكوميساريه شحال قدني نجري في السبيطارات. واش انا تابعني مسؤوليه باغا نكون راسي باش نوصل بنتي لانني انا ما خرجتش خدمت وما درتش وادي كي غندير نجيبها لهاد البنت واش كاينه ولا ما كاينه. وخصني تعاوني ورجلات في الدار تنقول لها نخدم ونجيب لك ماكله طايبه. اختي شوفي شوفي ومنين نجي نخرج انا وياك بغيتي تخرجي ماشي عيب هي نعرفك فين مع البنيات نقيقيين وبنات نقيقيين. راه قلت لها الكلام راه قلت لها ما غاتقولي علاش انت وتنقول لها انا غير حقاش البنات راه كيخرجوا على البنات. علاش؟ لان البنت واخا تبين لك راسها شتي دايره الخمار مغلبه ولكن ما كتعرفش شنو تحتها الله هو اللي كيعلم. ولكن الا قلتي لمهمتك فين غادي وفين جاي واخا انت ما تعرفيش نقد نتبعك والله. انت كتزيري انت بزاف. انا شريف ما كنزير وما كنرخص سمعتيني. هذيك هذاك شوف هذاك موضوع اخر هذاك ستاج واحد اخر غادي ندوي عليه. دوك اللي كتمشي معاهم ودوك اللي كتجي معاهم الله يعفو عليهم والله يهديهم. ولكن هذوك حتى غادي نساليو غادي نتكلموا كل واحد غنجبدوه بسميته لانه كل واحد عرفناه شنو كيدير. انا ياك اخويا يوسف انا ماشي ديال وجهها الشيء. انا راني بنت الناس. علاش؟ لان كل واحد كان كيقول ليها بنتك مع منها بنتك مع. ولكن انا ما كنتعداش على ولاد الناس علاش؟ انا ما كنبغيش بنتي اللي تعدى عليها علاش؟ ضروري انا غنجي واحد المده وغنطلق بنتي في الزنقه ضروري غتخدم ضروري غتخرج. واش انا اللي لقيتو غنقول له انت لعبتي؟
واش كاين هضري انا عمية ما كنشوفش هضري معايا فمك باش نعرف كتهضري سمعها بنتي انت كدابه وامنتيني بين قلتي لي قبيله اللي دابزتي مع ماماك وخرجتي انا ما زهور امي زهور كفيفه وكتشوف بقلبها عاودي صلحي هاد الغلط طيبت لها العشاء طيبت لها العشاء كاينه ولا ما كايناش يا بنتي وكلتها الله يهديك بنتي وكلتها بنتي باش نفرحها واخا وكلتها اللي قسم الله وقلت لها بنتي مول الكاسكروت اللي كنشد لك من عنده سيري جيبي الكاسكروت اللي بغيتي واجي عندي وقلت له عندك ما ترجعيش قسما بالله وربي شاهد حسيتي بشي حاجه حسيت بها وبكيت ديك النهار بكيت شتي. قالت لي ماما ما تخافيش وهانيه نتوما ما كاين لا صداع ما مناقرين والو هانيه لدرجه انني كنرغبها كنقول الدار صاحبي الدار اختي نتي عاد خرجي والله حتى الدار او تبتي بنادم وتسقيه لا سلميش هكا لا ماشي في عائله كي جات ماما كتكتي قلبيه راك انت اللي غادي تحملي الوزر ديالها ما لقيتهاش سمعتيش قالت لك امي زهور بلاتي بلاتي اختي ناديه سمعتيش قالت لك امي زهور تخيلي دابا هاد السيده كون مات سكتة قلبيه راك عارفه دابا الخلعه خلعه شلال خلعه شلال دابا الناس بديتي كتسمعي واحد واثنين مات الله يرحمه سير شوف هاد كون مات هاد السيده كي غتعيشي لا بلاتي كي غتعيشي مع الذنب ديال انك انت السبب ديال امك ماتت تقدري تعيشي مع الذنب وكنشكر الناس ديال حشومه نعم انا واحد ديال الباب القريف هاد الدار العائله السعيده مع الوالدين والفرجه عليهم والله يجعل خارجه تجيب كاسكروت الله يرحم لهم الوالدين مي بيتها في حجر وليداتها الله يسلمك ربي اللي عالم عندي قبري يا بنتي الله يفرجها عليك قال لك اللي حبي اللي تقبلي بناتك قبلي البنات الناس ويديري يدك على قلبك يضرك يضر الله سيدنا والله يجعل عيد مبارك يكون مبارك مسعود وعلى هذا الشباب اللي راهم طبخين معاك وكنشكر شوف تي في وكنشكر خويا منير معطاوي هذا واجب اختي غير حاجه وحده اللي غنقول لكم انا مزوقه فيكم الله سبحانه وتعالى ما قداش نزيد نجري في الكوميساريات وما قداش نزيد غتواعدك دابا قدامنا غتعاهدك دابا انا دابا درت المستحيل باش عاود جبت بنتي لان هذا الرابع من رابور راه خطره اخرى وانا ما نكذبش عليك وراه قلتها قبيله ودابا كنعاود نقولها انا دابا بنتي ولكن خطره اخرى الا مشات خرجت راه ما نعاودش نقلب عليها ما نكذبش عليكم انا لحقاش راني كيفاش علاش اختي لحقاش عادي سمعتيهاش لحقاش راني تقهرت قالت لك الا مشيتي مره اخرى ما تبقاش تقلب على كل شيء الله عرفتي ابلس ابلس سمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين باش الناس يسمعون عرفتي باش توصل الام عرفتي الام شي يقولها الاب نقولوا الاب قاصح شويه وكذا ولكن الام الام راه كتبع ولد كتبع بولدها حتى للسجن الام ولدها قاتل وكتقول لك لا ولدي ما يقتلش علاش انا ولدها الام ولدها داير المصائب وكتقول لولدي ما دايرش حيت الام واحد الكبده ما كاينش بحالها والرسول عليه الصلاه والسلام راه قال لك امك 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 هي وصلت لمرحله كتقول ما بقاش نقلب عليك اذا راه صافي علاش انا قلت هادشي لانني انا وصلت لواحد الحاله عييت وتعريت ولاني واخا هكاك انا مسامحه هاد النيه واخا الا ما عاودتش الخطا اللي سامحها ليا الا عاودت تكرر الخطا ما تسامحيلهاش تخليني بنيتي نخرج نترزق الله ونجي نلقى بنيتي في الدار واللي تقالت عليك خفافت عليا عيني نعطيهم لك الا كانوا كيتحيدوا ما كاينش اكثر من هادشي غتعاهدك امامنا الان اختي ناديه دابا غتعاهدها عاهدي ميمتك عاهديها بوسي لها راسها يلا بوسي لها بوسي لها راسها بوسي لها راسها بوسي لها راسها بوسي لها راسها بوسي راس ميمتك يلا وانت بنتي الا كان يلا. عندك شي واحد انا شوف مستعده ماشي ندير الحبس ولا دي لا تلاقيك نعم. انت ويا والله يسهل عليك انت ويا انا ما دايرش باقا عندها 14 عام اش عارفه من واحد ولا ما واحد انا ديال الله يهديك واش هي قرات تعلمت صنعه دارت شي حاجه اختي الحل ماشي الزواج ماشي حل كي ما نعرف علاش لان اجي نقول لك انا ما نقدرش نقول لك انا دابا تنشوف بنتي ما عندها حتى شي حاجه ولاني العالم الله راه ربي اللي كيعلم شنو في الراس ديال بنادم واخا يكون في راسها بالزواج انت ديري داك الزيا وديري على العقل انا راه شوفي الشريفه راني المجهود اللي دايراه معاها قسما بالله ما نعبرلكش عليه راه ربي هو اللي عارف غير انا عطيتها كمثال يعني لا كتعرفي شي حد اولا ضاير بك اولا هادي انا راه سند ديال رجليك وديال يديك كان معدي عليك مرحبا به كان باغيك الحلال مرحبا بك يعني باش ما جيتيني فهمتيني غير انا حاجه وحده راه ما غنتعداش على بنادم واخا تقول لي يا بنتي فهمتي راه نعرف الحقيقه ما كاينش ما اكثر من هادشي هي تعاوننا بالصبر واللي بغاتها نحضرها لها بجهد الله
بجهد الله ورب اللي غا يعاوني الله يفرجها عليكم. مشاهدينا ما غاديش ننسى وشنو انا بغيت اختي ناديه والان الحمد لله الله يسمح لنا من الوالدين كما قال احد الاخوان الان. شنو تقولي لدوك الدراري اللي مساكن اللي خلاو عيادهم وخلاو امورهم لف الزيتون ولا امين لي امين انا نجبد بلاصه بلاصه امين راه باقي كيتسناك غتمشي تعيدي معاه مع دمي صالحه ان شاء الله. الوالدين وكنشكر باقي معانا وعادل كذلك كنشكر تاجرين اللي في الحيس عرض ليا الصباح وباقي مازال حتى ما دبح وكيرغبني كيقول لي دخلي جلسي معانا راني كنتسنى. قلت له انا مزوقه فيك اخويا بغيت نخرج نقلب على بنتي لان الخدامه خلاتنيش نرتاح مني كنحط كتبان لي الدار كحله ما نكذبش عليكم. قلت انا الا جات بنتي حدايا واخا نشرب معاها غير الماء واخا علاش لانني انا راه بامكاني نجيب لها العيد بامكاني نجيب ولكن خاصني نلقى بنتي حدايا فهمتيني. انا جبت الفلوس انا جبتها شي بحش باش قضيتها انا قسما بالله البارح الى باسطه اللي تعشيت بها انا ما تعشيتش انا عشت زياد ما عطناش الليره ما تعشيتش انا والله الماكله ما طاحتش. ها هي تقول لك وكنت صايمه يلاه فطرت المغرب بدا ما عرفتها شاربه ما عرفتها مغطيه ما عرفتها في يد شي واحد ما عرفتها في يد عرفت شي حد كيستغلها. انا علاش تنقول لها ما تخرجيش وما تهش وما دير ماشي تنقول لها انا ما تخرجيش في مره لا تخرج ماشي ما تخرج ولكن الخروج عنده وقت عنده حاجه اختي اختي ما غدرش بيني وبينك الدريه ديال 14 عام ولا 15 عام ما غدرش اختي جالسه في بيت ومسدوده عليها. هاد الدريه عمر لها الوقت ديالها الا غترجع للدراسه ترجع للدراسه الا غتمشي للتكوين تمشي للتكوين كاين حلول اختي. هي دابا حاليا ما عندهاش الطاقه ديال التكوين انا هذه اللي كتشوف فيا قسما بالله الا عندها 13 عام ودورتها عند صحاب التكوين قالوا لي نهار اللي دير بنتك 17 عام جيبيها مرحبا بها كان ما كثر من هذا الشيء. اديتها فين علمتها الرانده ها هي صغيره وكندير لها الحرفيات في يديها باش الا ضرقت علمتيها الرانده علمتها الرانده دير الضفيرات بزاف حيت تنقول انا ما جابتها القرايه جيبها حاجه اخرى ولكن انا كنعلمك وكنطلب ربي ماشي تنضغط عليك انا تجيبيها بالستيلو لا ولكن كنضغط عليك باش تفقي وهادي لان غدا غدا راه فين ما درتي راه كاين باب يتحل عليك وعشره يتسدوا عليك زمان صعيب زمان صعيب هي عندها صغيره ولكن تنضغطش عليها وتنقول لها انا بغيتي تدخلي شي بلاصه لعلمك ولكن خاصني نخسر لك البليصه فين تاكلي طرد الخبز وناس اللي فيهم الرحمه واش فهمتيني. اما الا شيت غير ندفعها فين ما جاب الله راه كلشي غيشدها وغيطمع فيه. نعم نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما تابعتوا معنا الان كانت هذه كلمه ديال اختي ناديه واللي الحمد لله ربي وبفضلكم بفضل الله وبفضلكم انتم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وكذلك بفضل شباب وابناء ورجال مدينه مكناس العاصمه الاسماعيليه المدينه الولاده والمعطاءه واللي اليوم شفنا اولاد الشعب كيجريو معنا زنقه زنقه درب درب حي حي كيقلبوا معنا على طفله ما عمرهم شافوها وما عمرهم عرفوها وما بينهم وما بينها غير الخير والاحسان. لكن تحركوا على قبل هذه المهمه هذه وحركتهم انه تما عندهم مهماتهم في الديور فتحيه لكل واحد عنده المهمه ديالو مهلي فيها وتحيه لكل واحد ما معيداش معاه مهمته اليوم ولا واحد ولا ما معيدش معاه الباه الله يرحمه والله يوسع عليهم ضيقات القبور. واحد الكلمه قبل ما نمشي. نعم انا كنشكر كاع الاحياء ديال مكناس كنحيي تورقه كنحيي الروى كنحيي مرجان كنحيي الحي كنحيي الدراري ديال البرش شي مكناس كامل راني قلبتو على بنتي درب درب وتحيه لولاد المدينه القديمه ولاد باب تيزيمي كلشي فين ما درت ما سدوش الباب في وجهي. قلت لهم انا قالوا لي في وجهك غادي نجريو معاك علاش لان كما كتجبدي حد وانا فعلا ما كنجبد حد انا ملي كندور ما كنجبد حد ولكن بنيتي ما بغيتهاش تطيح. الله الله والله انت علي وتحيه للشباب ديال مكناس مكناس راهم رجال الرجال الرجال والرجال والرجال واخا تلقاو واحد ناس غير في الزنقه راه راجل وانا كنحييهم في هاد العواشر والله بتخصمانيته وبداك التضامن ديال المغاربه وبالرجوله وبنادم لاح شغله. كنشكر نعم خويا امين 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 وامين وخويا يوسف وكنشكر قيس اللي جابنا الاخر قيس
ولد باب القاري الله يرحم له الوالدين وما نجبدش هذه الفتيات الله يشعر ربي يفرجها عليهم الله يفرج عليهم الله يسهل عليهم والله يجيب لهم اللي فيها الخير وشكرا لامي امي ام زهور لا حاشا حاشا ام زهور حاشا السيده البسيطه السيده الطيبه المراه المغربيه الحقيقيه القحه اللي كما سمعناها الان بكلمات وهي كتبكي حدايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وتحنا بروسنا بكينا على هذه البنيه ولكن ربكينا على وجه هذه السيده وبكاتنا حتى هي لانه عندنا احنا بنياتنا وعندنا وليداتنا قسما بالله البارح في توارقه قسما بالله والرويله الفجر كيودن عليا في الزنقه قسما بالله وما نكذبش عليكم وراه ربي شاهد عليا فهاد النهار وشتي قسما بالله الا الدراري دمكناس كامل الا داروا معايا الدرب بدرب والسلطه الملكيه البارح هزت طوموبيلاتهم وكيدوروا قالوا لي سي وخا تحيه الرجال الامن تحيه الرجال الامن تحيه الرجال الامن تحيه الرجال الامن هنا بمكناس على التضامن ديالهم صراحه في اكثر من ملف كلمسوا البعد الانساني عند هذه المؤسسه اللي هي اداره العمل الامن الوطني وهذا السيد لي روح العمل الشرطي مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في فشكرا شكرا لكل السلطات كذلك السلطات المحليه هنا اللي تجندات من اجل البحث على هذه الطفله فايه ايه واليوم بنتنا عليها الروشاج غرجعها عند السلطات الملكيه عند السلطات الامنيه عند السلطات الامنيه السلطات الامنيه الله يحسن عوانك وغنوجه لبنتي للطبيب اييه ضروري هادي ما نكذبش عليك انا غدي بنتك للطبيب ولكن غتمشي دابا للشرطه القضائيه ومن تما للطبيب غنمشي للطبيب دابا هما ما خدامينش دابا البوليس اللي غادي البوليس هما غيوجهوها للطبيب هما غيوجهوني والله يرحمكم الوالدين هي راه عهدات قلت لكم الا سمعتوني شي كلام عيب قولوها لي في وجهي انتوما والدين الا طحتوا في وليداتكم ضروري توجهوهم لا اختي انت معذوره انت معذوره شوفوا انا كنقول لها حاجه وحده الله يرحم لها الوالدين انا ما يمكنش انا غنبقى مكتفه معاها راني قلتها لها ما يمكنش انا نمشي معاك الطواليت نمشي معاك الصباح نمشي معاك للزنقه نمشي معاك ضروري غادي نطلقك فهمتيني ولكن انا تعطيني فرصه في الفرج نترزق الله ونجي نلقاك ونحط لك اللي بغيتي كاينه ولا ما كاينش اليوم ناكل اتاي غدا الخبز غدا الماء غدا الدجاج غدا يكون نهار ورزقه المهم حاجه وحده هذه الى عمري بيتها في الزنقه تقول لي الله يمسخك قدامك عمري ما بيتها راه ضربت طحت في ظروف اكثر من هذه وتقاتلت باش نجمعها باش ما تخلصي الكرا وتخلصي باش ما تباتش في الشارع وكنقول انا هاني فلاحه كتخدمي فيها اختي نادي نخدم اخويا فلاحه ولكن نهار وقع لي المشكل ما نكذبش عليك راني ما ضربتش فيها الضربه وكنتقاتل باش ندبر باش ناكلها وباش ما نخليهاش في الشارع وراه ربي شاهد عليا ولا كذبت عليك راكي مهمتها راكي مهمتها راكي مهمتها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في شكرا لكم شكرا للمغاربه شكرا للناس اللي بارطاجاو سعداتكم 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 ها ناديه ضاحكه مبروك واش ما كرهناش شي تزغرت والله ما كرهناش شي تزغرت والله كنت كنعرف تزغرت شكون اللي كتعرف تزغرت ها والله كنت كنعرف اي يلا تولدات عندك ايه عاوتاني الله يجعل ربي ينصركم ويسركم والله ينصر سيدنا والله يجعل عواشر مباركه مسعوده وإلا كان كيسمعني حتى هو انا مزوقه فيه غنوصلها للسلطات ووقف معايا الله يفرجها عليه في هذا الله 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 على مرتك حتى عندك سكينة نعم مشاهدينا سعداتكم انتم من اللي بارطاجا سعدات كل واحد دار بارطاجي وكل واحد امن بهذه السيده وكل واحد بكى سعداتك اخويا وسعداتك اختي وفرحاتك واليوم على قناتكم قناه شوف تي في على قناه الشعب عشوا معنا واقعه انسانيه ديال ولاد الشعب ديال انسانه بسيطه فقيره درويشه مسكينه كتقاتل على راسها ولكن كلنا وقفه وكل شيء وقف وقفه رجل واحد والحمد لله ربي ما خيبناش في ظرف اقل من اربعه السوايع خمسه السوايع واقيلا بيني وبين شحال بيننا وبين اللايف الاول ما عادش درنا اللايف الاول مع العشره العشره شحال دابا ثلاثه الحمد لله المغرب باقي فيه الخير وبلادنا بلاد الخير وناس ديال الخير والحمد لله اللي غنقول كون زوين تلقى الزوين ولا كان قلبك زوين ربي ما يعملش البشر ما يعملش الخير ومن يعمل الرزق ربي يخليك هذا قول الله ربي ما يخليك يكون زوين مع الناس وعمرك ما تقول تقطع الامل في الدنيا انا ما نكذبش عليكم راه واخا ما كنتش لاقيه واخا كنت مشى في الطريق بالليل وبالنهار كنقول يا ربي ما تلاقيني بنيتي وطيحني في قلوب الرحمه كنت بنتك زوينه اختي بنتك يعني بخير على سلامتها على سلامتها شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في تحياتي لكم من القلب من مراسلكم مراسل قناه شوف تي في منير الحمد لله تماره ما مشاتش في الخاوي وبكينا وبكينا من القلب غنرجع مره اخرى وغنقول لكم الله يسمح لنا من الوالدين واللي حاضرين معاه والديه ومعيد معاهم
راه شحال من واحد راه شفتو معنا اللايفات البارح والبارح، شحال ديال الناس منشوره في المحطات ديال القطارات وديال المحطات الطرقيه، واش عرفتوا علاش ولا لا؟ راه على قبل الوالدين، راه كاين اللي غادي من مكناس غادي بهابط حتى لتيزنيت، غادي حتى لانزكان، غادي حتى لطاطا، غادي حتى للعيون، حتى للداخله، حتى لقلميم، اعالي الجبال ضارب 700 800 1000 كيلومتر. ونزيدكم كاين اللي جاي من اوروبا، جاي حتى لهنا من فرنسا ومن دول اوروبا، وجاي باش يعيد مع الميمه ومع الاب. فغنقول لهم الله يخلي لكم والديكم، والله يطول في عمرهم، والله يعطيهم صحيحتهم، وقلبوا على الرضا، راه هذاك هو الطابع اللي ما كيفناش، هذاك هو الطابع اللي كيبقى حتى الغدا امام امر الله. امكم كانت خايبه، كانت مزيانه، كتبقى امكم، راه هي ركبتكم هي درجت امك. الا زيراتك راه باغي لك الخير، باك الا زيرك راه باغي لك الخير. انا والله ما كنزيرها كنقولها خرج، ولكن الخروج عنده وقته، ما يمكنش انا غنطلق البنت من الفجر ديال الصباح حتى الليل، كاينه ولا ما كاينش؟ لا مين شنو هي؟ قلت لك انا الخروج عنده وقته، ما يمكنش انا غير غتقول لي البنت نخرج غير غتفيق غنخليها تخرج. لا لا الخروج عنده وقته، عنده واحد الحاله فين تمشي جبتها وفي البليصه تنقيقيا مع وليدات تنقيقيا، الله يجعلهم ما يجيو عندي كاع يجلسوا ويتقوا ونرحب بهم. وهي تقول لك الله يسخني، كانوا كيجيو عندي بنات المدرسه صغيورين قدا كندخلهم وكنجلسهم. واش دابا بنتك اختي باغا ترجع تقرا؟ انا بنتي الا بغات نشوفوا مع الجهات المختصه ونتو. انا باغا نرجعها، انا باغا نرجعها. ديري اختي الطلب ديالك ونجريو معاك في سبيل الله ونردوها. علاش خرجت هي من المدرسه؟ انا علاش خرجتها؟ ملي وقع لي هذا المشكل خفت على بنتي، فهمتيناش؟ فهمتوني؟ انتوما كون كنتو في بلاصتي البنت كتحط ما كدور ما كتلقاش، تقول بحال السر الارض كتسرطها، فهمتي؟ انا كنمشي للمدرسه ما كنلقاش، كندور في الشارع ما كنلقاش، كنقول انا ما يمكنش هاد البنت هادي كي غندير نخليها دابا كتقرا وهي ما كاينش، خاصني نشد بنيتي ونجلس معاها ونرصيها ونشوف راسها مثبت عاد نحطها تقرا، واش كاينه ولا ما كاينش؟ معقوله؟ معقوله؟ انا ما يمكنش انا كنمشي ما كنلقاهاش، اش من قرايه غنقري؟ واش كاينه ولا ما كاينش؟ راه بنتي مشات للعيد الميلاد ديالها. دابا انت شهر 9 ان شاء الله باغا نرجع. اسمعي نقول ناديه ما غاديش تقرا لك، انا بنتي خديجه هي كتسمع فيك، قالت لي غادي ندخل مع الجوج ونص نخرج مع 6 ونص، سيري انت وديري مسيري، قالت لك العيد الميلاد فاتت الوقت ديال 6 ونص ما جاتش، ديري الطرق وعلقي لي عند خالتها. البنت حيت ما تفوتي لك الوقت ديال القرايه راه ما عينهاش في القرايه، غير تضيعي وقتك. دابا انا ما غاديش تقرا لك، واش ديت خديجه؟ دابا شتي انا امي زهور، انا امي زهور ما نكذبش عليك، انا ماشي من ذاك النوع اللي تنقول صافي هذاك غلط غلطه واحده صافي نذبحو، فهمتي علاش؟ لان بنتي بحال الا كتفهمو من الاخطاء نتعلمو، لان من الاخطاء غيتعلم، فهمتي؟ الا دارها اليوم نعاودوها الاولى والثانيه والثالثه. الانسان خصو يكون امله في الله كبير، ولكن انا تنقول لك راني درت 4 ديال المحاولات، هذه الخامسه، فهمتي؟ علاش علاش قلت لكم انا دابا الا مشات تحاولاتها ولا شي حاجه راني ما نعاودش نقلب فيها وما نعاودش نساندها باش ترجع تقرا، ولكن دابا انا حاليا قطع وعد على راسي، الا بغات ترجع تقرا مرحبا بيا، ما بغاتش ترجع تقرا مرحبا بيا، انا خدامه غير على قبلها. والله يخليك ليها، والله يخليك لها اختي، الله يخليك ليها، الله يخلي لكل واحد، الله يخليك ليها. فمشاهدينا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، أشكركم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، غنقولها بميل الفم، بلا بكم نتوما ما كنا غادي نديروا والو، وبلا بكم نتوما مشاهدينا وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل، وغادي نعاود نقول سميات هاد الناس لأنهم يستحقون الشكر والثناء. غادي نقول خويا أمين ولد المدينة القديمة، وخويا أمين ولد برج مولاي عمر، والسي عبد الغفور، السي عبد الغفور، السي عبد الغفور ولد توارقة، راجل توارقة، نعم الرجولة، نعم، والله يجعل ربي يجمع شمله، اللهم امين. كذلك وصحابه، نعم، ما كنعرفش الاسماء ديالهم، ولكن البارح قسما بالله الى الفجر هما معايا مساكن، مساكن الرجال مكناس، شوفي ما يفوتوكش مكانسه، ما يفوتوكش الرجوله. من هادشي هذا ورث، هذا طابع، هذه صنعه في هاد البلاد العزيزه والغاليه، راه بلاد العلماء وبلاد الشرفه وبلاد المشايخ، راه كل خطوه بوالي، راه بلاد، راه هاد البلاد ما يعني كنحبوها ولو كاننا حنا بحال حنا ولادها. حتى هما من يشافوها راه قالوا لي حتى حنا ما نبغوش بنتك تضيع، علاش؟ لان عرفنا اللي جاري بها، اللي جاري بها. نعم مشاهدينا، فشكرا خويا امين ولد برج مولاي عمر، تحيه للابناء، حي توارقه، خويا ايوب والناس ديال الزيتون، تحيه كذلك للدراري ولاد بني محمد،
تحيه للدراري ولاد سباته، تحيه للدراري ولاد الديور جداد، كل واحد جرى معنا، كل واحد خويا عادي اللي جا كيجري بالتريبورتور ديالو، اي واحد ضرب معنا تماره، خويا نور الدين مول الطاكسي، المغاربه واللي داخل الوطن وخارج ارض الوطن اللي بارطاجاو واللي كتبوا تعاليق اللي عاونوا بالبارطاج ديالهم حتى وصلنا هاد الرساله وقدرنا نعتقوا هاد البنت هاد الليله ما تباتش في شي بلاصه، لانه تخيلوا كون مشات شي بلاصه وباتت فيها ولا داها شي واحد ولا الله اعلم فين غتمشي، كيفاش غتصبح هاد البنت، كيفاش غتولي هاد البنت، واش غترجع بنت ولا ماشي بنت، هادشي كامل مشاهدينا لانه راكم عارفين الزمان كيدير وعارفين الشارع شنو فيه، ذئاب بشريه ولابسه لك لباس ديال الملائكه ويجيو يدوروا عندك ويبقاو الدريه باقا صغيره دغيا يتكلى عقلها. ردوا بالكم خوتي المغاربه، ردوا بالكم خواتاتي المغربيات، مول الوليدات يصبر ويزيد في الصبر ويزيد في الصبر، راه كاين غنقولها وغنزيد نعاودها، حتى بعض الوالدين وبعض الامهات وبعض الاباء كيركزوا على الجانب المادي، لا خاصني نوصل ليه نوجد ليه الفلوس، لا خاصني ندير ليه الدار، ندير ليه الحوايج، ندير ليه المدرسه، ولكن كينساو الجانب المعنوي. رفقا بابنائنا كاين الجانب المادي، كاين الحرمان حتى هو راه تربيه، الحرمان راه هو تربيه وهي باش ترباو والدينا وباش ترباو اللي قبل منا، الناس راه قراوها بقرعه ديال اتاي وخبز ديال الشعير وراهم دابا مديرين وراهم رؤساء اقسام وراهم ضباط وراهم ديكوميسير وراهم جنرالات في الجيش وراهم رجال صايقين البلاد وغاديين الحمد لله شرفاء هذا الوطن، قراو بقرعه ديال اتاي وصنداله ديال الميكا ونص خبز ديال الشعير وراهم الحمد لله ردوا لوالديهم داك الشيء اللي خاصو يرجع. فمره اخرى ردوا البال مع وليداتنا، الحمد لله ربي رجع آية لنادية. نادية كلمة أخيرة قبل نهاية هذا البث المباشر، نخليو الناس يمشيو ويشويو تما ويفرحوا بهذا النهار ديال العيد ويعيشوا هذا النهار هذا، لأنه الناس مساكن المغرب كامل وخارج أرض الوطن وكذلك الدول والشعوب الشقيقة والخوتنا العرب والمسلمين اللي هزوا معنا هذه الدقة هذه واللي راه مختلف الدول العربية راه وصلهم هذا الشيء، راه ضامنوا معاك الناس من خارج حدود المغرب. يوسف الله يطول لي عمرك والله يخلي لك الوليد اخويا يوسف، ها هو اخويا يوسف الله يرحم لك الوالدين، شوف مسكين كيجري تا هو ما خلى ولده خلى كل شيء وجا كيجري. دارو سمح في دارو مسكين كيجري معايا وما كنعرفو وما كيعرفو. الله 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 يرحم له الوالدين. شي اجر اخويا يوسف، ها شي اجر جا عندنا ياسر، شي كلمه اخويا يوسف كي جاك هادشي ودابا وانت يلاه بادي الوليدات دابا كي غدير دابا هاد الجيل عرك هاد الجيل هذا ها الله الله سكينه شوف سكينه شوف سكينه كتبوس في الروس وتبوس شوف سكينه شوف سكينه. لا ما خصناش ندوزوها اخويا. نعم اخويا صح هاد الله ما خصناش ندوزوها حيت خدنا حسبتها وحده من خوتي انا راك شي صافي شتي هاد مشيتي يعني الشق قبيله جيتي كتجري نفتحوا القهوه يعني ندخل لقيتوني كنبكي لقيت كتبكي هي كتهضر كتبكي ما فهمت حتى حاجه سولت اخويا بكيت والله الا قطعت لينا قلبنا وحق الله سولت فيك ما فهمت حتى شي حاجه حتى شفتي وشرحت ليا الا راسي دار لك يلا نمشيو على هاد التليفون هاي في بلاصه 300 قلت لك يلا نمشيو بدنا تاكسي نمشيو الرجال تحيه الرجال يعني راه ما عندوش هذه هي الرجوله ما فيها ما سولتي ما قلتي فين غادي ما قلتي والو بالرجوله سير واخا نمشيو علاش حيت حنا راه حنايا مسلمين حنا عندنا خواتاتنا عندنا خوتنا حنا كنمشيو لبلادان الناس وما كيدوزوناش كيقولوا جنبنا يعني شحال من حاجه وحاجه كتوقع لنا الرجال بالرجال والرجال بالله الرجال بالرجال والرجال بالله لا اله الا الله دير الخير تلقاه سعداتك اخويا والله يخلي لك الميمه الحنينه نتمنوا لك الايه داك البنيه الصغيره بالهدايه ودابا عرفتي دابا شنو هي المسؤوليه اخويا يوسف هي دابا هاد البنيه هي رجعات لامها ولكن المسؤوليه دابا هاد الناس اللي وقفوا معنا كاملين هو هاد الايه هادي غتبقى تحت المراقبه ديالنا كاملين فيما درتي فيما بانت لك شي حاجه شي كذا شي بنتنا هادي ختنا بنتنا الصغيره وبنتنا وكل واي واحد مشاهدينا بانت ليه شي حاجه ولا بانت ليه شي بنات مجموعين في شي بلاصه ولا شي قاصرات كيديروا في شي حاجه ما تدوش وتحضر راسك وتقول لا حول ولا قوه الا بالله وتقول الله يستر صافي راه غفيت بناتي نخليهم هما يدبروا الرسم الا خويا الا بانت لك شي حاجه ماشي هادي كل اختي الا بانت لك شي بنات جالسين في شي بلاصه مجموعين كيديروا في شي فعل ماشي هو هذاك علموا البوليس علموا السلطات ديكلاريو راه هاد الشباب ديال هاد الزمان راه صعاب وكيزعموا بزاف فيهم شي زعامات كبر منهم الشيء اللي خارج عليها ايه يا رفاق السوء رفاق السوء هادي كتكمي هادي كدير هادي كتفعل يلا مشي معاه اجي يلا انت هاكي كذا هاكي كذا انت غتلقى راسها ضاعت دابا انت جيتي من الاخر اخويا جيتك من التالي راه جاب الله لقيناها قبل ما تضيع يعني لو كان زدنا تعطلنا شويه وضاعت راه الزلمه
الله يجازيك بخير. انا باش جات الدار والله ما رزقلها مزيان. تخيل دابا دما كون رجعت فيها شي حاجه ولا تقاصت بشي لعبه كي كانت غتكون غتسطى. والله ما نشي الماء كنعطيها الماء والله ما بغات تشربو. مسكينة وهي ثلاث ايام ما نعساش شي حاجه كيدير. كنقول لها شرب هذاك ويزد الماء كتقول لك لا. والله يسمح لينا من الوالدين. كتقول لها لا. الله يحفظك. خصني هي بنتي. هذا راه جوج بنتي. ايه. الله يسمح لنا من حق الله يحفظك اخويا يوسف. يوسف مسكين راه شد التصاور وكيدور على موالين الشوايات والقهاوي ويمشي عند الطاكسيات. فهذا هادو هما الرجال وهادو هما المكانسه وهادو هما المغاربه عامه. مغربي وتحيه الناس فاس. تحيه الناس فاس كذلك. فاسي خويا يوسف الفاسي. شوف هذا خير ديال الله. شوف هذا خير ديال الله. شهاد فاسي ومكناسي وهادي هادي غداروها غير سميه. حنا مغاربه رايه وحده رايتنا وحده تحت الله. الله الله وتحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي تحيه لكل الناس اللي ساهموا بفعل هذا الخير. كان معكم مبعوث قناه شوف تيفي منير معطاوي من مكناس. الحمد لله على عوده ايه. الحمد لله الاختي ناديه. الحمد لله ومبروك عليكم انتم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي قناه ولاد الشعب وقناه الشعب. اقول لكم عيدكم مبارك سعيده. خليكم تفرحوا بهذا النهير هذا وخصوصا مع هذه الفرحه اللي ما خليناش هذه التعاسه تزيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء.